جمعية نماء الخيرية تكفل 181 يتيما في ولاية يورفا التركية من خلال مشروع تشرف عليه جمعية شفق شام، حيث أقيم حفل في الولاية لتقديم منحة مالية شهرية لهم ومتابعة احتياجاتهم ودعمهم نفسيا. وقد تخلل الحفل فقرات لعب وتسلية وتقديم هدايا للأطفال. عندنا أكثر من 181 يتيم في أورفا من أبنائنا وبناتنا السوريين، أوضاعهم وأوضاع اللجوء وأيضا أوضاع الزلزال والتضرر اللي أصابهم، فإحنا اليوم موجودين معاهم نوزع الكفالات لمدة 6 أشهر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. للأطفال دعما ماديا فقط، ولكن ندعمهم نفسيا من خلال تقديم بعض البرامج الترفيهية ونشاطات للأطفال الأيتام. واحد، اثنين، ثلاث. أنا متأكد إن البنات راح يفوزن. سامحيني البنات. أنا كأم أيتام أشكرهم لأنه كفلوا أولادي اليوم ولعبوهم وفرحوهم وفرحونا زاد معاهم وعلى النشاطة تساوها. جزاكم الله كل خير. أنا ما لعبت كثير كثير، ما لعبت أولي لعبات من هذان، كثير كثير زينات، كثير رسمولي وكثير مبسوط. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أحمد السليمان مدير البرامج في منظمة شفق الشام من أورفا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ فرات. أستاذ أحمد، يعني شاهدنا في هذه المادة كم الفرحة بهذه الأنشطة بالنسبة للأطفال، يعني لو سألتك ماذا تتضمن كفالة اليتيم التي تحدثتم عنها؟ أستاذ فرات، بالبداية أحب أرحب بحضرتك وبالمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. كفالة الأيتام تتضمن كفالة مادية، كذلك يتبع هذه الكفالة المادية برامج متابعة الأطفال، متابعة تعليمهم، متابعة وضعهم الاجتماعي ضمن أسرهم. هذا الشيء يخلينا مستمرين معهم على تواصل دائم. الأطفال أقل عرضة للنكبات النفسية. طيب، يعني لو سألتك عن نوع الكفالة، هل هي كفالة دائمة أم مؤقتة أم هي كفالة فقط محدودة بمدة معينة؟ أغلب الكفالات تكون لمدة سنة أو أكثر. هي متعلقة بشكل رئيسي بالجهات الداعمة، من وهي جهة شعبية من دولة الكويت. يتم تقديم الكفالة لثلاثة أفراد من العائلة، يعني ثلاثة أطفال من العائلة كحد أقصى. الكفالة عبارة عن مبلغ يتراوح ما بين 40 دولار إلى 60 دولار بحسب ما يتم تحديده من قبل الجهات الداعمة. طيب، بالنسبة للأطفال الموجودون أو الموجودين، هم من المقيمين في أورفا فقط أم من ولايات أخرى؟ أستاذي، بشكل عام الأطفال يتم تحديدهم وفق معايير مخصصة. أغلب هؤلاء الأطفال من يتامى الثورة السورية، قتل آبائهم في الثورة السورية المباركة، وجزء كبير منهم أيضا من قتلى يعني من توفاهم في الزلزال الذي حصل في تركيا وشمال سوريا في الشهر الثاني. يعني ليس هناك مشكلة أن يكون لربما الطفل من ولاية أخرى، ليس فقط من ولاية أورفا بل من الولايات التركية الأخرى أو من الداخل السوري على سبيل المثال. يوجد في منظمة شفق شام ما يقارب 1873 طفل يتيم متوزعون في جميع جنوب مدن جنوب تركيا.
ومدن القاهرة السورية. طيب لو تحدثنا أستاذ أحمد عن البرامج الأخرى التي يتم تقديمها لهؤلاء الأيتام. أستاذي البرامج التي يتم تقديمها بالدرجة الأولى هي الكفالة المادية اللي تحقق الرعاية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال وتلبي حاجاتهم الأساسية. يتم صرف هذه المبالغ المالية وفق ما تراه الأسرة مناسب وتحديدا الأم. بعد ذلك نحاول في منظمة شفق شام أن ندعم هذه البرامج ببرامج إضافية تكميلية وتحديدا البرامج التعليمية، وذلك للوصول إلى جيل متعلم قادر على مواجهة الحياة بشكل أفضل. طيب الحديث عن عدد 181 يتيم، يعني هم لربما دفعة أولى إن صح التعبير أم هناك دفعات لربما سبقت هذا العدد؟ أستاذي هاي دفعة من الدفعات. نحن نكفل ما يقارب 1873 طفل يتيم كما ذكرت قبل قليل. تم إقامة هذا الحفل في مدينة شانلي أورفا لمئة طفل من خلال برامج ترفيهية وأنشطة دعم نفسي وألعاب للأطفال. طيب الجانب النفسي لمراعاة هؤلاء الأطفال، يعني كم تراه بأنه مهم في ضوء يعني ما عاشوه وما عايشوه وما أولويته بالنسبة لكم؟ أستاذي نحن في منظمة شفق شام نرى ويرى الجميع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون والنازحون على حد سواء في جنوب تركيا والشمال السوري، وهذه الآثار النفسية تؤثر على الكبار قبل الصغار وبالتأكيد تؤثر على الصغار بشكل أكبر. فمن المهم جدا أن نهتم بهذه البرامج الترفيهية، وهي تجعل الأطفال يعني بحالة صحية أفضل قادر على مواجهة الحياة بشكل أفضل. طيب أنت ذكرت فقط لنؤكد على هذه المعلومة، قلت بأن الأطفال الموجودين في هذه المنظمة هم من الذين لربما يعني أتوا من سوريا أو فقدوا أباءهم في سوريا ومن الذين تم فقدانهم في الزلزال الأخير في تركيا. نعم أستاذي، نحن نكفل الأيتام إلى عمر 12 سنة. نعم. والأطفال في هذا العمر يكونون أكثر عرضة للمشاكل النفسية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، ولذلك نحاول أن نقدم الدعم منذ هذه الفترة العمرية للأطفال ونستمر معهم حتى الوصول للجامعة وصولا إلى إنشاء فرد متمكن قادر على مواجهة الحياة بشكل قوي جدا. يعني من سن 12 سنة حتى الوصول إلى المراحل الجامعية. أستاذي في البداية يتم كفالة الطفل أو الأطفال ما دون سنة 12، وما بعد ذلك نستمر مع هؤلاء الأطفال عن طريق تقديم مساعدات مادية وتحديدا المساعدات التي تهتم بالبرامج التعليمية لهؤلاء الأطفال، مثل متابعة أمورهم التعليمية عن طريق تمكينهم تعليميا لدخول الجامعة وحصولهم على أفرع جامعية مناسبة لهم. يعني نتمنى طبعا بكل تأكيد أن يتم تقديم الدعم الكافي لهؤلاء الأطفال في هذه العمر. نعلم جميعا يعني أعزائي المشاهدين كم يحتاج الطفل إلى رعاية نفسية وأيضا رعاية اجتماعية إن صح التعبير، وهذا ما سوف نؤكد عليه معك أستاذ أحمد، يعني أن يقوم لربما المسؤولون أو لربما من يشاهدنا الآن حاليا بتقديم الدعم الكافي لمواصلة هذه الجهود وإيصال الصوت لأبعد مدى ممكن إن صح التعبير. بالضبط، نحن نعمل في منظمة شفق شام بطاقتنا القصوى للوصول إلى أكبر عدد من الداعمين المحتملين والممكنين لدعم مثل هذه البرامج والأنشطة، ووصلنا إلى عدد ممتاز جدا ونسعى إلى زيادتهم وهو 1873 يتيم، ومستمرون إن شاء الله حتى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من هذه الشرائح الضعيفة مجتمعيا حتى وصولهم إلى ما بعد الجامعة. أتمنى لك كل التوفيق الأستاذ أحمد السليمان مدير البرامج في منظمة شفق الشام، كنت معنا من أورفا، شكرا جزيلا لك. كل الشكر لك يا أستاذ فرات، وأود أن أنوه نحن في منظمة شفق الشام اتخذنا من شعار
نحو إشراقة سجل جديد شعارا لنا، ونحن لا نرى هذه الإشراقة مكتملة إلا بسواعد هؤلاء الأطفال أيضاً. شكرا لك. بكل تأكيد. أشكرك. إلى هنا نكون وياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقة لم الشمل لهذا اليوم. إذا كان لديكم مواضيع أو مقاطع أو قصص تحبون مشاركتها معنا، نتمنى أن تراسلونا على صفحاتنا التالية. إلى اللقاء.